Good afternoon, everybody. مساء الخير جميعا. نمد السرور أن أحضر هنا وشكرا للمنظمين على دعوتي لإدارة الجلسة التالية تحت عنوان التغير المناخي وتأثيره على حماية المناطق التراثية والصراعات. ما يحضرنا معا أن هناك فهم مشترك بخصوص حماية التراث الثقافي، ونحن اليوم نناقش التحديات التي يفرضها التغير المناخي والصراعات. ولذلك فإن جمع هذين الأمرين فهم معقدان جدا إن لم يكن هناك جهود لمواجهة هذا الأمر. اللجنة الدولية للصليب الأحمر فهي تحدثت عن الكثير من الصراعات التي تركت المناطق التراثية للتعرض للخطر. التغير المناخي البعض يقول أن له علاقة بالصراعات، ولكنها محفز وهذه قوة مضاعفة التي تؤثر على المواقع التراثية. أود أن أبدأ بالتحدث وتعريف المتحدثين في الجلسة الحوارية اليوم الذي سوف يتحدثون عن بيئة الصراعات أو بيئة المواقع التراثية في ظل الصراعات، وسوف نتحدث عن الوقائع والحقائق والحلول التي تعني بتخفيف هذه المشكلة. وبدون أي تأخير أود أن أرحب بالمتحدثين إلى المنصة. شكرا جميعا على الحضور، انه من الرائع ان اراكم هنا، وشكرا ايضا للحضور الرائع على مشاركتي في هذه الجلسه. فقط اود ان تقوموا بتقديم انفسكم وتتحدثون قليلا عن اعمالكم وعلاقتكم بالف. شكرا جزيلا. اسمي فرانشيسكو باندرين، وأنا مسؤول سابق في اليونسكو، وأنا مدير مركز التراث العالمي في اليونسكو من 2000 إلى 2010، وأنا متقاعد الآن، وأنا أعمل بشكل حر وأعمل الكثير فيما إن التقاعد. فبعد التقاعد أنا أقوم بالعمل في هذه المنطقة ومع الشركاء الآخرين، وكذلك أنا أيضا عضو في معهد التراث الآن، وأنا أحاول أن أستفيد من خبراتي السابقة. أنا متأكد أن هناك الكثير من الأشياء التي سوف تقوم بطرحها على الطاولة هنا. ما هي علاقتك أو كيف ترى علاقتك بألف؟ لقد سمعنا كثير عن ألف، ولكن ما الذي يتعلق بالمرونة و التعاون الجماعي؟ هل يمكن أن تتحدث عن هذا الأمر؟ بالطبع لقد شاهدت ميلاد ألف عندما تم إطلاقها في 2016 منذ البداية، ولقد قمنا بدعم هذه الفكرة وما رأيناه في العقود السابقة أن هناك كثير من الهجمات على التراث، والتراث والمواقع التراثية قد أصبحت أحد مستهدفات الحرب، وقد أصبحت هذه المواقع ضحية للحروب، وهذا قد حدث في الماضي. وكنا نتذكر أيضا الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، والآن فهناك زيادة في الهجوم على تلك المواقع التراثية، ولذلك أيضا قد ازدادت حدة التدمير والدمار.
وكذلك وإن أيضا ألف لديها مسؤولية تجاه المجتمع الدولي. والنتائج ظاهرة هنا بعد 6 سنوات من الاستجابة من ألف. نعرف أن هناك كثير أيضا من الأشياء التي يتعين إنجازها أيضا، ونحن هنا مناقشة هذا الأمر. شكرا جزيلا. مرحبا. فرانشيسكو قد تحدث عن نفسه بأنه متقاعد حر. اسمي أندرو بورتس وأنا منسق لشبكة التراث المناخي، وهذه أيكوموس وهي شبكة معنية بالتغير المناخي، وكذلك أيضا التحدث عن الكربون واستعادة الكربون. ولكن لقد ظهرنا في الكثير، شبكتنا ظهرت في كثير من المؤتمرات والاجتماعات، وشكرا على منحنا هذه الفرصة والتحدث عن عملنا في الصيف السابق في نيبال. وأيضا عندما ننظر إلى الوثائق هناك والعمل هناك، هناك لغة سائدة تتعلق بدور الثقافة في السلام والاستقرار، ولكن نقوم بربط هذا بالعمل المناخي والتنمية المستدامة. وكذلك أيضا فإن التوثيق فهي شهادة جيدة التي تشهد على الأعمال التي قمت بعملها في الصراعات. وهناك شيء آخر، أن اللغة قد استمرت، لأن بعد عدة أشهر كان هناك مؤتمر مناخ للأمم المتحدة في مصر، وهي بلد من بلدان البحر المتوسط، وقد نجح في إدخال ثقافة في عملية اتخاذ القرارات. وهذا المرة الأولى أن تظهر فيها الجهات الثقافية والعمل التراثي في هذه الأحداث العالمية لاتخاذ القرارات. سوف يكون هناك مؤتمر المناخ في ديسمبر في دبي، ولكن علينا نقوم بدمج التراث في الحوارات الخاصة بالتغير المناخي. هناك الكثير من الأشياء يمكن أن نتحدث عنها، مثل المنصات، مثل مؤتمر المناخ أو الكوب الذي سوف يتم عقده هنا في دبي. ويمكن أن نتحدث لاحقا، هل هناك تغيرا منذ قمة المناخ 27؟ وما هي التغيرات التي حدثت حتى تاريخ قمة المناخ في دولة المتحدة المتحدة القادمة؟ لقد عملت مع اليونسكو وأنا مدير اللجنة العلمية، ولقد عملت مع اليونسكو وأنا في هذا المجال منذ 30 سنة، وأنا لم أعد أعمل كثيرا في هذا الحقل، وأنا أعمل في كلية الآثار والمنشآت المعمارية. ولكن علاقتي مع ألف كخبير دولي، بصفة خبير دولي منذ 2012، فلقد عملت على حماية وصون المستندات والوثائق الصغيرة، وكذلك أيضا التي تعرضت لمشكلات. وأيضا من 2013 إلى 2016 فكان هناك أعمال تتعلق بإعادة ترميم وإعادة التأهيل مع زملائنا زوبير ودو كولابي وجميعهم الذين ساهموا في هذا العمل. ولذلك تم دعوتي للمشاركة في مبادرة إطلاق ألف. لقد رأينا الخبرات والتجارب التي وقعت، وهذا العمل بالتعاون مع اليونسكو، وقد استمررت في المشاركة، وكذلك أيضا قمت بالعمل على الوثائق، وقد شاركت أيضا في مهمة الخبراء. إذن هذه بعض الأشياء الجديدة التي قمنا بمناقشتها اليوم. ونود أيضا أن يكون لدينا بحث أكثر في الموضوعات التي
تحدثنا عنها اليوم، وكذلك أيضا التعمق أكثر في الدراسة. إذن أنت تقوم بإحضار هذه الأبحاث بناء على الدراسات الميدانية والعمل الميداني من أجل متخذ القرار. إن الشيء المميز هنا هو العمل والعمل والعمل والعمل، فهذه هي طبيعة المؤسسات والمنظمات التي عملت فيها، وبالتالي فقد لدينا مهمتين فيما يرتبط كنت أعمل منذ وقت طويل أن أعمل في أكثر من جهة ويكون عمل حقيقي في الميدان، وحتى أقوم بالاستفادة من الميدان وبعد ذلك أقوم بالتدريس وعلى في الأوساط الأكاديمية وأنا أقوم بالاستفادة من خبراتي. اسمي ميليسا غرونلوند وأنا كاتبة وباحثة من لندن. لقد قمت بالتقاء الكثير من الحضور في كثير من الأوقات، ومن أحد الأشياء التي وجدتها عندما أقوم بعمل مراسلات وكتابة عن مواقع التراثية، فالأشخاص يقولون أن مشكلة الأكبر ليست في الصراعات وما بعد الصراعات، ولكن الوقت فهو مهم جدا. وكذلك أيضا وهناك جوانب كثيرة التي تتعلق بتأثير التغير المناخي. من أحد الأشياء التي كنت أعمل فيها مع ألف وأنا أحاول أن أحصل معلومات منهم، فهم يقدمون التعاون والدعم، وفي بعض وحتى وأتصل بساندرا وأقول لها لقد سمعت هذا ولقد سمعت ذلك، وأن التغير المناخي يؤثر على التراث، مع من تعملين وأي مشاريع تعملين عليها وما هي المشاريع المرتبطة بالبيئة. وعلى الفور فإنها ساندرا تقوم بإعطاء قائمة بالأشياء التي تقوم بها ألف، ولذلك قمت بعمل وإجراء أبحاث كبيرة فيما يتعلق بالعلاقة بألف. هذه من أحد أعظم الأشياء حتى من وجهة نظر الصحفي، فهنا ألف مسؤولة ومتعاونة. شكرا جزيلا. هل يمكن أن تخبرينا عن دور الإعلام بشكل عام عندما يتعلق بالملاحظة والمراقبة والتسجيل وكتابة التقارير والتحقيقات الصحفية وما إلى ذلك؟ كم لديك من الوقت؟ إن دور الإعلام فهو كبير جدا، لأن هناك الكثير من الأماكن التي تقوم بتغطية أو وسائل الإعلام تقوم بتغطية الأخبار التراثية. وأن هناك على سبيل المثال المستنقعات التي جفت في العراق على سبيل المثال، ولكن ما نحتاج إليه أن يكون هناك منشورات مستدامة التي تقوم بدعم الأشياء، والصحفيين يرون يعرفون هذا الحقل من المعرفة وتتبنون بالأشياء التي يمكن أن تحدث. إذن مسيرة عملي على سبيل المثال مسيرتي الإعلامية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالتراث فهو عملي جدا، وهناك عمل رائع قمت به. لدينا متحدث آخر لن ينضم إلينا هنا، ولكنه قد قام بتحضير فيديو، واسمه السيد محمد عمر، وهو مؤسس عين موصل أو موصل آي في العراق. وأن الفيديو أعذروني ليس في أفضل صورة، ولكن أأمل أن محتوى سوف يكون واضحا أو يتجاوز مجرد جودته. شكرا على منح الفرصة للتحدث في هذا المنتدى اليوم. أريد أن أتحدث معكم اليوم عن أثر التغير المناخي على
التراث الثقافي، وكذلك كيف يمكن أن نعمل لحماية التراث من التغير المناخي. إن القطع الأثرية فهي نافذة على الماضي، وهي وصل أو إيصال ما أو تواصل بين الثقافات وبين الحضارات وبين البشر. ولكن التغيرات المناخية الأخيرة فهي تمثل مخاطر عالية وكبيرة على التراث الثقافي، لأن التدمير المواقع التراثية فهو كبير جدا بسبب ارتفاع درجات الحرارة الكبيرة. فهذه بعض الأمثلة عن كيفية تأثير التغير المناخي على المواقع التراثية. وهناك أيضا جفاف كثير في مناطق كثيرة في الشرق الأوسط، ولكننا شاهدنا أيضا آثار التغير المناخي على المواقع التراثية. على سبيل المثال في فينيسيا أو مدينة البندقية، وأنها قد تغمر أو تغرق بسبب ارتفاع مستويات البحر، وكذلك أيضا تدمير أيضا التراث الأصلي في أستراليا بسبب الجفاف. إذا ما الذي يمكن أن تفعله ألف لحماية المواقع التراثية؟ وبالتالي يمكن أن تعمل هذه المؤسسة، يمكن أن تعمل مع المجتمعات المحلية ووضع الاستراتيجية حتى تقوم بتخفيف آثار التغير المناخي. وهذا يشمل حماية التراث الثقافي من الفيضانات ومن التآكل، ووضع الاستراتيجيات، وكذلك العمل مع السكان الأصليين للحفاظ على التراث الثقافي. وكذلك أيضا هناك نشر الوعي بأهمية التراث الثقافي وأثر هذا على التغير وأثر هذا على المواقع التراثية. وهذا يمكن أن يتم تحقيقه من خلال إطلاق الحملات التوعوية، من خلال نشر الوعي حول هذه المشكلات. وألف يمكن أن تساعد على حماية ودعم وحفاظ على التراث الثقافي. وكذلك أيضا ألف يمكن أن تقوم بتقديم الأبحاث والتكنولوجيا الحديثة من أجل الحفاظ وصون المواقع التراثية. على سبيل المثال البحث المتعلق بالمواد الخام وأساليب البناء وإعادة التأهيل، وكذلك البنية التحتية المستدامة للمواقع التراثية. وأخيرا ألف يمكن أن تقوم بتأسيس شراكات مع المؤسسات والأطراف المعنية حتى نقوم بتحقيق الأهداف المشتركة بالعمل معا. ممكننا أن نقوم بجمع مواردنا المشتركة حتى نقوم بتحقيق أثر أكثر فعالية في الحفاظ على التراث الثقافي. معا يمكن أن نتأكد ونضمن أن تراثنا الثقافي فهو مصدر مستمر للفخر. شكرا لما تفضل به السيد محمد عن هذا الموقف الصعب بخصوص تلك الأفكار التي تستطيع ألف أن تساعد في تطويرها وتنميتها، وخصوصا حماية التراث الثقافي. وسوف نتحدث عن هذا الأمر لاحقا ربما في نهاية هذه النقاش أو هذه الحلقة النقاشية اليوم. إذن نشكرك على هذه الخبرة التي تحدثت عنها. نحن نتحدث الآن بفكرة بشكل أعمق فرانشيسكو. إذن نريد أن نتحدث عن هذه السنوات الست التي عملنا خلالها في ألف منذ تأسيس ألف. إذن نريد أن ننظر إلى تلك التغيرات الكثيرة التي طرأت، نريد أن ننظر لهذا الأمر في هذا الإطار الزمني. إذن أظن أن هذا الأمر معقد ومتراكب جدا، ونريد أن نأتي هذه العناصر المتراكبة مع بعضها البعض بشكل مبسط. وفي نفس الوقت نريد أن ننظر إلى أن هذا الأمر ليس موضوعا جديدا، فالعلاقة مع التغير المناخي هو أمر قديم منذ تاريخ البشر القديم على الأرض. ولكن ننظر إلى هذا الأمر وامتداداته على المدى البعيد والتغير المناخي وكذلك منذ العصر الجليدي وتلك الكائنات التي كانت تلك الفترة وفي هذه المنطقة التي حدثت فيها تغيرات نتيجة للحروب بسبب الخطط التي يضعها البشر.
وكذلك غابات الأرز في لبنان، كان الناس يذهبون إلى هناك للبحث عن الأخشاب، أخشاب الأرز. إذن هذه كلها أمور مرتبطة بالتغير المناخي، وهذا الأمر ليس قديما أو ليس جديدا، ولكن ينبغي أن نتعلم من الماضي. وكثير من حضارات البشر قد اندثرت أو انهارت بسبب أمور، حتى ذلك منذ الحضارة الرومانية، وكذلك الحضارة الأوروبية استطاعت أو انكمشت في القرن العشرين. إذن كيف ننظر هذا الأمر، وكيف نتعامل مع هذا الأمر حين ننظر في هذا الأمر في الوقت المعاصر أو في الوقت الحديث، سواء في الماضي أو في المستقبل أو في الحاضر؟ إذن المشكلة هنا هو التعرض التراث للضرر. هذه المسألة المتعلقة بتعرض التراث للضرر، نريد أن ننظر هذا الأمر من الناحية العسكرية. الجيوش هي أكثر الجهات التي تعنى بدراسة التغير المناخي أكثر من أي جهة أخرى، وكذلك أثر هذا الأمر في النواحي الاقتصادية وغير ذلك من النواحي. نحن ننظر إلى هذه الأشياء، يوجد نموذج مثل وزارة الدفاع الأمريكية مثلا، قد ينظرون إلى بعض التهديدات أو بعض التهديدات الشديدة المرتبطة بالمناخ. إذن هذه الصراعات نستطيع أن نربطها بالتغير المناخي. إذن يوجد في بعض الأماكن ليست بعيدة عن هنا، وقد يكون ذلك مرتبطا بالتصحر أو بندرة موارد المياه أو غير ذلك من أمور من الأمور التي نحاول أن نقدمها الآن. إذن هذه هي المرحلة التاريخية التي نعيش فيها، نريد أن نطور نموذجا مشابها، وهو النموذج الذي ينظر إلى تعرض الآثار للمشاكل وما يرتبط بذلك من التغير المناخي والتغير وغيره من أمور. إذا قد يكون الأمر رائعا حين ننظر إليه من بعض العناصر الاجتماعية لكي ننظر إلى هذا النموذج الذي نهتم به، والخواطر والمخاطر المحتملة. توجد بعض المخاطر التي قد توجهنا نحو اتجاه معين بما يتعلق بهذه المنطقة، المنطقة معرضة لهذا الأمر. لدينا العديد من المشكلات، التهديدات التي تبدأ سواء كان في البحرين أو هنا. ننظر إلى التصحر، لا نتحدث عن التصحر الذي يكون في أو الصحارى الشاسعة، هذا سبب من أسباب التغير المناخي، لأن الصحراء معناها قلة المياه أو ندرة المياه، فهذه كلها عناصر تحدث وقد يتعرض بها الناس، وتوجد بعض من الآثار التي ترتبط بهذا الأمر على المدى القصير، وكذلك على الآثار التي تكون على المدى الطويل مثل الهجرات التي يكون السبب فيها التصحر أو التغير المناخي. وكذلك نريد أن نقي، أن نتخذ خطوات وقائية، نريد أن ننظر إلى تلك الخطوات التي لدينا نموذج متعلق ب ألف وحماية التراث المناخي. The suggestion itself is quite. إذن هذا الاقتراح هو اقتراح مهم جدا وفيه العديد من العناصر، نريد أن ننظر إلى هذه العناصر بشكل نحاول أن نتعامل فيه مع التغير المناخي والصراعات وغير ذلك من أمور، ولكن بشكل عام نريد أن نحاول أن نتغلب على هذه المشاكل. ما هي الإجراءات التي نأخذها في هذا السياق؟ كيف نتوقع مشكلة أو أزمة لم تحدث، كيف نتوقع حدوثها؟ وما هي الدرجة التي سيكون عليها التغير المناخي؟ وآثارها على مدى الوقت؟
لدينا نموذج في هذا السياق يتكون من ثلاثة عناصر: الوقاية والاستجابة والحماية والتعافي. ولكن ننظر إلى المدى الطويل، المدى الطويل للتغير المناخي مرتبط بالصراعات. ما هي تلك الصراعات التي تحدث على مدى سنوات، على مدى عقود، على مدى سنوات طويلة؟ هذه العناصر كلها قد ننظر فيها بشكل عام. إذن الوقاية هي عنصر مهم من العناصر التي نتحدث عنها بشكل قوي. لا نستطيع أن نحمي كل شيء، وقد يكون صعبا، ولا نستطيع أن نوفر هذه الأشياء، ولا ندري ما هي الأولويات. ولكن الاستجابة في وجهة نظري وفي خبرتي، قد نحتاج إلى حماية الأشياء التي ربما نفتقر إليها، ولكن بشكل عام نريد أن نستثمر فيها أكثر. لا أستطيع أن أعطي مزيدا من التفاصيل عن هذا الأمر، ولكن في الحقيقة هذا الأمر هو من الأمور التي قد تحتاج إلى اتفاقيات في العام 1954. إذن هذا مرتبط هي معاهدة منذ القرن 19، وهي كانت مدة طويلة غير فعالة، وبالتالي نحاول أن نقول هذه الأمور وأن نؤكد على هذه الأمور. هذه المعاهدة ربما تكون مرتبطة على مدى هذه المدد الطويلة من الزمن. إذن نحن ربما نحاول أن نغير من تفكيرنا وفي المستقبل، وننظر إلى الأماكن التي نستطيع أن نستثمر فيها فيما يتعلق باستجابة تلك المشكلات. يجب أن نتعاون مع الجيش وكذلك مع المؤسسات مثل اليونسكو، قد يكون لها تأثير فعال. ونريد كذلك أن ننظر إلى بعض من الجهات الفاعلة الأخرى مثل الجهات الإنقاذ الإنسانية، ولديهم خبرات في سهولة الوصول لتلك الأماكن. نريد أن نزود هذه الجهات بما يستطيعون به أن يقاوموا هذه الأمور ويوفروا الحماية لهذه المواريث الثقافية المهمة التي نحتاجها على المدى الطويل. ولكن كل هذه الأشياء ربما يحتاجون إلى أشياء أكثر، وربما يكون لها توابع أكثر حينما يتعاملون مع قضايا وراثية تتأثر بتغير المناخ. إذن ما هو تأثير التغير المناخي؟ ذكرت سابقا بوجود بعض المشكلات، ولكن هذه الأمور ربما كانت في أول النقاش. هذا متعلق بالتراث الثقافي. إذن نريد منكم أن تتحدثوا في هذه القضية وأن تضيفوا فيها المزيد من القضايا الثقافية والتغير المناخي، وهل توجد علاقة بين هذه القضايا والآثار التي تكون على التراث الثقافي؟ حسنا، إنه سؤال كبير. أعتقد أول شيء علينا نبدأ به أن نقوم بالإقرار بأن التخطيط والسياسات للمناخ فهي فاشلة أو خافقة. هذا هو ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة. فهذا لقد أخفقنا في التغلب على التغير المناخي. وكذلك ما الذي حدث منذ 30 عاما منذ أول قمة للمناخ؟ من أحد الأسباب التي تجعل السياسات المناخ فاشلة أننا نقوم باتخاذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية وتمكين العمل المناخي. هذا النقاش متعلق بالثقافة والتغير المناخي، فهذا حديث ليس تكميلي ولكنه ضروري، وهذا أمر حتمي للأزمات المناخية. ولكن علماء المناخ ووضع سياسات المناخ يجب أن يأخذون في الاعتبار البعد الثقافي الاجتماعي. هذا من أحد الأشياء. إذن الإجابة هنا أن هناك ارتباط كبير بين
كم التيارات المناخية وكم المواقع التي تم تدميرها بسبب التيار المناخي، فيجب أن يكون هناك مقاربة حذرة أن نقوم بتقليل درجة الحرارة بنسبة 4 درجات لحماية العالم. ولا أعتقد أن هناك أي مؤسسة يمكن أن تقوم بالتركيز على حماية المواقع التراثية وأيضا وتجاهل التغير المناخي، ولذلك يجب أن نقوم بتقليص درجات ارتفاع الحرارة. ولكن السؤال للجزء الأخير، أن هناك ارتباط بين الصراعات والتغير المناخي. إذا ما نظرت إلى العلم، علم التغير المناخي، فهو فوضوي أي جدا فيما يتعلق بالارتباط بين المخاطر المناخية والصراعات. على سبيل المثال، تقرير التغير المناخي من العام الماضي فقد تحدث عن علاقة سببية ما بين الصراعات والتغير المناخي. وإذا ما نظرت إلى وراء هذا، فإن الإجابة أنه من الصعب جدا أن نحصل على الإجابة. إذا ما أخذت أي خطر مناخي أو تغير مناخي، فهذا الخطر قد وقع في منطقة الصراعات وقد حدث في منطقة أخرى بشكل منفصل. إذن الفرق هنا هو الفرق النظام السياسي الاجتماعي ورد فعل الأشخاص هناك. إذن لا يجب أن نقوم بالتعميم، ولكن ما ننادي به الأشخاص مثلك ومثل ألف، إذا ما لم تستقمون بفهم التداخل ما بين المناخ والصراع بدون فهم السياق الثقافي الاجتماعي، فأعتقد سوف يكون هناك مساندين. يجب أن يكون هناك مساندين للعمل الاجتماعي والثقافة على طاولة اتخاذ القرارات، وأعتقد هذا مهم جدا. لقد عملت مع فرق في أرض الواقع لكي دعم ما تقوله هنا. نعم، فأعطيك أمثلة أن لدينا عضو في منظمتنا المعني بالتراث. هناك كثير من الاهتمام بين أعضائنا فيما يتعلق بتقييم مدى ضعف البيئة وضعف المناخ، وهناك أيضا تقرير للتأقلم المناخي أو التأقلم مع التغير المناخي، وهذا يشمل في سياق الصراعات. وكان هناك من المثير للاهتمام بين الدول الأعضاء، هل يمكن أن تقوم بوضع منهجية لتقييم التغير المناخي في ظل الصراعات؟ على سبيل المثال في نيجيريا قمنا ببدء هذا الأمر، قمنا بجمع الأموال من الحكومة المملكة المتحدة وقمنا بعمل هذا على الحدود بين الكاميرون ونيجيريا. على سبيل المثال التصحر، وكذلك أيضا بعد ظهور باكو حرام، وكذلك كان هناك أثر على هذا المشهد. وبعد ذلك أخذنا في الاعتبار بعد الصراعات ونرى هل يمكن أن نقوم بتقييم مواطن الضعف، ولكن هذا صعب جدا، من الصعب جدا أن نقوم بشمل عوامل المخاطر مثل الصراعات وكذلك ما يتعلق به بعمليات النزوح والتشرد، وكذلك أيضا وما هي الإجراءات التكييفية أو ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها للتأقلم مع الموقف. ولكن ما لدينا أيضا الأخلاقيات هنا في مؤسستنا، نحن نحاول أن لا نستطيع أن نقوم بتقييم التغير المناخي بمنأى عن البعد الثقافي والاجتماعي. وأود أن أقول هذا للجميع، لأي شخص يعمل في هذا المجال، علينا أن يكون هناك سياسات تغير مناخي ونأخذ في الاعتبار الجانب الثقافي الاجتماعي. أعتقد يمكن أن ننظر إلى أنت عملت في الميدان،
ما قدر المعرفة التي اكتسبتها التي تمكنك من قياس التغير المناخي وآثاره على الآثار والتراث، وكيف ستقوم بتوصيل هذا لمتخذ القرارات؟ هل يمكن أن تعطينا بعض الأمثلة، وهل هذا كان أمر فعالا أم غير فعال؟ أما هؤلاء الأشخاص يفتقدون إلى هذا الأمر، ولعلنا هذا يحسن التواصل والاتصال. شكرا جزيلا. هل يمكن أن أقوم بالعرض التقديمي على الشاشة المتعلق بآثار التغير المناخي والحفاظ على المواقع التراثية؟ هذه حقيقة. حتى لو كان التغير المناخي ليس موضوعا جديدا للمناقشة، ولكن كما أعرف أنه لا يوجد حالات ملموسة، ولكن عندما نكون في الميدان وعلى أرض الواقع يمكن أن نرى كثير من الضغوطات قد تم فرضها بسبب التغير المناخي، وكذلك يمكن أن نرى كثير من الأدلة التي تبرهن على هذا الأمر. وأنا تخصصي في تركيبة وبنية التربة، أود أن أتحدث عن المخاطر على سبيل المثال الزلازل والتآكل، ولقد شهدنا المزيد من الزلازل والفيضانات والسيول التي تقوم بضرب كثير من المناطق، ولهذا السبب أود هنا أن أتحدث أكثر عن هذه النقطة. إن تكرار أعمال العنف وكذلك أيضا آثار فهذا تؤثر على الحفاظ على البيئة والتراث، ولدينا مخاطر قد أصبحت أكثر قوة على مدار السنتين السابقتين، وسوف أتحدث عن حالتين دراسة. الحالة الأولى فهنا السقارة، منطقة السقارة في مصر، وعمرها حوالي 4000 سنة، فقد تأثرت هي وكذلك مدينة القاهرة. فقد صار هناك تحولات في تلك المنطقة، ولا سيما منطقة المقابر، ولقد استخدمنا كثير من الأساليب في الماضي، ولكن هذه الأساليب أو التكتيكات لم تعد تعمل. واستجابة لهذا الأمر، فقد استخدمنا بعض الأساليب والتكتيكات في السودان، ولقد قمنا باتخاذ العديد من الإجراءات وهي بسيطة من نوعها، على سبيل المثال البنية، فقد مكنتنا من العمل أن نقوم بتأسيس نوع من المأوى أو المسكن في هذه الآثار، حتى نقوم بجمع المياه ونكون قادرين على ونقوم بالحفاظ على تلك الآثار. ولقد قمنا بتحسين المعدات التي نقوم باستخدامها، وفي بعض الحالات كان من الصعب أن نقوم بالاحتفاظ بهذه الآثار، ولذلك قمنا بعمل كثير من المحاولات
وقمنا بتجربة الكثير من الأدوات والمعدات حتى نقوم بقياس الآثار التغير المناخي. وأيضا في باكستان عندما تم استدعائي حتى أقوم بأداء مهمة تابعة اليونسكو بعد الفيضانات والسيول التي قامت بالتأثير على باكستان في 2022 وأيضا مناطق أخرى في العالم على مدار 10 سنوات. فكان هناك فإن المعدل السنوي للأمطار قد ازداد وقد هذا الأمر جديد على تلك المنطقة. وهذه من أحد المدن التي يبلغ عمرها 4000 سنة، ولذلك علينا أن نتصرف بشكل سريع. وكذلك أيضا كان هناك كوارث أخرى تحدث في بعض المواقع حتى أن الضرر كان كبيرا في تلك المناطق. ويمكن أن نقول هنا أن كل شيء قد وقع في هذه الأضرار. وكما نرى هنا بعض الصور التي تقوم بإظهار كيفية شد المياه وسحب المياه، والمواطنين فهم يحتاجون إلى استخدام تلك الأدوات حتى يقومون بمكافحة تلك الفيضانات. هذا الموقع قد لفت الكثير من الانتباه من المؤسسات، وكذلك قمنا بعمل رائع هناك. ويمكن أن نرى أنه تم إطلاق برنامج من قبل اليونسكو بالتعاون مع الأمم المتحدة وحكومة باكستان، وكان هناك كثير من المشاريع قد تم إطلاقها المعنية بالصون والحفاظ في أحوال كانت قاسية وغير مساعدة. وفي هذه الحالة ما الذي يمكن أن نقوم بعمله؟ نحن نحتاج إلى القيام بكل الأشياء الفعالة التي نعرف أنها فعالة، ولكن نحتاج في الوقت عينه أن نقوم بإطلاق برنامج لمدة 3 سنوات الذي قمنا ببدئه، وكذلك أيضا والأمر يتجاوز مجرد استخدام التكنولوجيا، ولكن أيضا علينا أن نقوم بإعادة التفكير في أساليب جديدة للحفاظ أو من أجل عملية الحفاظ والصون، والتي نحتاج إلى إعادة وضعها ونقوم باختبارها ونقوم بتقييمها، لأن في باكستان لدينا مجموعة من أعضاء الفريق العمل الذين يعملون هناك، ولكن نريد أن نقوم بزيادة ورفع القدرات ونقوم بتزويدهم بالمزيد من المصادر والموارد، وكذلك أن نحاول أن نفهم ما الذي يحدث هناك، وكما نحتاج إلى اتخاذ إجراءات أكبر ويكون هناك فهم أفضل، وكذلك ليس فقط أن نقوم بإعادة تأهيل هذه المواقع. ولذلك هذه بعض النقاط التي نحتاج في التفكير فيها، ونقوم بإعادة ابتكار الأدوات والمعدات. ليس علينا أن نقوم بعمل تغييرات كبيرة، ولكن علينا أن نقوم بالإضافة ونفكر أكثر في إدارة الموقع، وعلينا أن نفكر في الجانب الفني أيضا والجانب الإداري أيضا. هذا بشكل مختصر، وهذا ما قمنا بعمله، وسوف يكون هناك مقترحات سوف أقوم بإطلاعكم عليها في وقت لاحق، ولكن مؤسسة فهي معنية بالكوارث. لا نقول أن هناك كوارث طبيعية، ولكن لدينا أحداث طبيعية، ولكن طريقة تحضيرنا واستعدادنا لها يجب أن تكون مناسبة،
وهذا هو الذي يخلق الاختلاف. إذن ولكن كيفية التعامل مع تلك الكارثة، ويجب أن نتحضر ونستعد لهذه الأحداث الاستثنائية، وسوف يكون هناك غالبا أحداث استثنائية. علينا أن نعرف أين ستقع الكارثة أو الحدث، وعندما على سبيل المثال عندما وقعت الفيضانات فكان هناك جسر واحد فقط ما زال قائما. على سبيل المثال علينا أن نقوم بإعادة التفكير في الأشياء من واقع خبراتنا، وعلينا أن نقوم باستخدام مفاهيم حول الأدوات، ولكن أيضا أن نقوم بفحص درجة الحرارة وتأثير التغير المناخي، وكذلك أيضا الأحوال، ونأخذ في وضع الاعتبار كل هذه العناصر. في الاستجابة لهذه الدعوات، هل لديتم مزيدا من الدعم وتخصيص الموارد؟ هل المنهج كان مختلفا؟ وهذا الموقع الذي كان يشاهد كثيرا من الصراعات وكذلك التغير المناخي، ما هي الآثار التي وقعت على هذا المكان؟ نحن ننظر إلى هذه الحالات التي ذكرتها، لم تكن بشكل خاص ما يتعرض بتلك الأماكن، ولكن في أماكن أخرى، بعض هذه الأماكن ربما بعض الأحداث ربما وقعت في مكان وبعضها وقع في مكان أخرى، وهذا جعل الموقف أكثر تعقيدا والاستعداد، وكذلك الطريقة التي استطعنا أو احتاجنا أن ننفذ بها هذه الأشياء كانت أكثر دراماتيكية، فكنا نريد أن ننظر إلى تلك كيف ننظر كل هذه الأشياء ونتخذ هذه الإجراءات الوقائية والمجتمع وكيف تصرف وكيف استجاب لهذه الخطوات، واستطاع أن يتخذ خطوات متعلقة بالحفاظ على هذه الآثار. ونحتاج كذلك أن نجعل أن نأتي بمزيد من هذه الأشياء، أن نأتي بها سويا، وتلك المعدات والآلات، وكيف ننظر إلى الآثار المتعلقة بهذه الأمور لكي نكون قادرين على أن نمنع هذه الأمور من أن تحدث مرة أخرى، وأن نكون قادرين على أن نواجهها في المستقبل بطريقة فعالة. نكون قادرين على النظر إلى هذه القضايا كذلك، وحينما تكون تجري شيئا من الاستنتاجات بخصوص هذه الأشياء وهذا الموقع، حين ننظر إلى هذا الأمر نريد أن ألتقط طرف الحديث من الزميل، والسؤال الذي يتعلق بالعلاقة بين التغير المناخي والمشكلات التي تحدث للأثار والمواقع الآثارية في هذه الظروف. إذن هذه التغيرات المناخية مرتبطة بالمشكلات الاقتصادية، وهذه كلها ترتبط ببعضها البعض. لدينا بعض الممثلين من بعض الجهات يحضرون معنا اليوم، وهذه الطريقة التي تتبع في التغلب على هذه المشكلات كما حدث في الموصل وفي دمشق وغيرها من الأماكن. إذن هذه المعرفة الثقافية تكون لدى الناس، يجب أن يكون لديهم هذه الرؤى، هذه الصراعات التي ينظرون إليها، وهذه النواحي التي تكون لديهم، وغيرها من المعارف الثقافية التي توفر لديهم بخصوص هذه التغييرات. إذن هذا يعد من العمل الذي نستطيع أن نقدم به الجهود التي تبذلها ألف وغيرها من تلك النواحي، ولكن تعليم جيلا كاملا من الناس أن أمرا ما قد حدث يعد في أمره إنجازا في مواجهة هذا التغير المناخي. ولا بد أن ننظر كذلك بعضا من الجهات وبعضا من الجهود التي تبذل، قد يكون من الصعب أن نغير هذه المواقع،
وفي بعض الأحيان نحتاج أن نبذل جهدا وأن نجمع هذه المعارف مع بعضها البعض في أماكن كثيرة. مثلا في باكستان توجد الطرق التي يتبعونها في الحفاظ على تراثهم الثقافي، تعد هي الأفضل، وأظن أن هذا الأمر قد يوضح الطريقة التي أجيب بها سؤالك. إذن هل ترون أن تعيين مدرس وزير يوضح العلاقة في الطريقة التي نستطيع أن نعمل بها في هذه العلاقة بين إذن كما تحدث الجلسة الثقافية السابقة، حينما كانوا يتحدثون عن الناس وجهودهم التي تبذل في هذا الأمر، إذن نحن أظن في القرن الماضي كان لدينا المواريث الثقافية والكثير من الأماكن التي تكون فيها هذه المواريث أو هذا التراث الثقافي، قد يكون موسيقى أو غير ذلك من الأمور. كما ذكر في تلك الجلسات النقاشية تمت في الصباح، إذا نحن نستطيع أن ننظر نتحدث عن هذا الموروث الثقافي أو هذا التراث الثقافي سواء كان ملموس أو غير ملموس. نحن نتحدث عن النباتات، الحيوانات، يعد ذلك كذلك من التراث الثقافي الذي يحاول العالم أن يحافظ عليه. لا أظن أن لدي وقت الآن، إذا ما زال لدي معك دقيقتان، إذا تستطيع تكملي ميليسا. إذا سأتحدث عن الحل الذي أقدمه بخصوص هذا الأمر. إذا العدسة التي نختار أن ننظر من خلالها لهذه المشكلات ونحدد موقفنا، ما هي تلك الأشياء التي تحدد موقفنا من التراث الثقافي؟ إذا بالضبط تماما، أظن أن هذا السؤال يعد هو السؤال المتعلق بتعريف التراث الثقافي، هو أمر مختلف وتعريف مختلف. لأن بعض الأسئلة ننظر إلى التراث الثقافي الذي يكون تراثا ملموسا، والبعض ربما يختلف، ويوجد هنا بعض من الزملاء الذين استطاعوا أن يقدموا رؤاهم، ولكن قد يكون لدينا بعض من المشكلات المعقدة التي كما رأيناها في بعض المعابد في باكستان. وكان جانب التل، كان المعبد مبني على تل من التلال، وكان جانب من جوانب هذا التل يتآكل، وكان لديها فيها تشققات، والناس الذين يعيشون في هذا الوادي ربما توجد لديهم جهود يبذلونها لزراعة الوادي، ويزرعونه 3 مرات في العام ليقتاتوا على المحاصيل التي يأتون بها من هذه المزروعات. وفي التالي هذا كله كان يسبب بعض من المشكلات لهذا البناء الأثري الذي في هذا المكان. إذا الأمر ربما يكون متصلا بالنباتات والحيوانات التي تنمو والتي تربى في هذه المنطقة. إذا ننظر إلى هذه المكان وننظر إلى هذه المناطق وإدارة الأرض وكيف نستفيد منها، وننظر إلى هذه كلها أمور مهمة لفهم الماضي. الأمر الثاني هو كيف ننظر إلى الطريقة التي استطاعوا أن يحافظوا بها على أو أن يصونوا بها جانب هذا الوادي. إذا استطاعوا أن يقاوموا مسائل، استطاعوا أن يوجدوا بعض من الطرق الجديدة التي استطاعوا أن يأتوا بها بعض الأخشاب من لبنان إلى باكستان، واستطاعوا أن يدعموا بها جانب هذا الوادي الذي كان يتآكل. وكانت هذه طريقة من الطرق الفعلة التي استطاعوا بها أن يحافظوا على جانب هذا الوادي. إذا هم استطاعوا أن يستثمروا استثمارا قائما على البحث العلمي ومبنيا على الفهم، على أن هذه تعد من الأساسيات، من المواد الأساسية أو من الطرق الأساسية التي استطاعوا أن يتعاملوا بها مع تلك المشكلة. وكان هذا جهدا إيجابيا نشطا منهم للحفاظ على تراثهم التراث الثقافي. إذا هذا الأمر مرتبط بالمعرفة الموروثة في تلك المجتمعات المحلية، ولعل هذا كان من الأمور المهمة المتعلقة ببناء القدرات وبناء الإمكانيات.
التي يتحلى بها أو التي تضاف لهؤلاء الأشخاص المحليين في الحفاظ على بيئتهم. إذن ما هي نوع تلك الحلول المستدامة التي تستطيع أو التي قد تقدمونها للحفاظ على التراث الثقافي؟ إذن من وجهة نظري نجد أمامنا عملان نحتاج أن نركز عليه. العمل الأول متعلق بالسياسة، السياسات التي نحاول نقدمها في مدى 20 سنة الماضية. كان لدينا العديد من الجهود التي بذلت لتقديم الاستراتيجيات التي تتعلق بدعم الإمكانيات وحفظ التراث العالمي والاستجابة لهذه الأمور، وصدرت العديد من القوانين التي تشرع لحماية هذا التراث الثقافي، ووقعت العديد من المواريث الثقافية. وكذلك في السعودية وفي شهر سبتمبر استطعنا أن ننظر إلى على مدى 15 عاما كان لدينا سياسات جديدة، واستطعنا أن ننظر إلى هذه الاتفاقيات التي استطعنا أن نحلل بها الواقع وننظر إلى الاستجابة وكيف نحافظ على التراث الثقافي. وكان لدينا الكثير من النقاشات التي عقدناها في وتحدد القدرة على توفير الموارد والإمكانيات التي نستطيع أن ندعم بها الجهات أو التي ندعم بها الجهود المبذولة للحفاظ على التراث. إذن هذا منهج من المناهج التي نستعملها. إذن تحديد السياسات كذلك من الأمور المهمة، وننظر إلى العمل تنفيذ تلك الخطط في سياق مبادرة مركبة، التدريب والاستجابة والاستعداد والتأهب، هذه الأشياء لابد أن نؤكد عليها. إذن يجب أن نضيف هذه الأمور على الأجندة العالمية ونجعلها من ضمن الأولويات على هذه الأجندة وتكون ضمن السياسات الكبرى لهذه المؤسسات. شكرا جزيلا. نحن نشاهد اهتماما متزايدا من المؤسسات الثقافية العالمية بالاستعداد أو العمل على حماية التراث الثقافي، كما نلاحظ في الاتحاد الأوروبي وغيرها من الجهات المعنية بقضايا التغير المناخي، وهذه تعد من الجهات أو من النواحي المهتمة بالعمل وليس فقط الحديث. إذا نتحدث الآن عن مسألة الوقاية، والأمر قد يكون من الصعب على مؤسسة أو على منظمة دولية واحدة أن تنظر إلى تلك المخاطر التي تكتنف الآثار والتاريخ، ولكن عندما تحدث الكوارث الطبيعية أو عندما تحدث بعض الصراعات قد توجد بعض من أو صدمة من الصدمات المناخية. إذن هذه كلها آثار، وهذا كله يحتاج إلى دراسات، ولكن ما يزال الأمر مرتبطا بالثقافة والمقاومة الثقافية التي تكون وراء هذا المشهد، سواء هذه الأبعاد المتعلقة بتلك المقاومة والبرامج الحالية، ولكن ننظر إلى هذه النظم التي نحتاج أن نكون بها وتكون مقاومة، والإمكانيات المحلية والمواد المحلية تكون ذات فاعلية وتكون مقاومة. إذن ما هي الظروف الاقتصادية التي تمنع المخاطر المناخية من أن يكون لها أثرها على هذه المواقع الأثرية والعمل الذي ننتهجه بخصوص هذا الأمر؟ كنت دائما مهتم بهذه الأمور لأنها تشجع أو تدعم تراثنا الثقافي، وما زالت هذه الأمور ما زالت هذه الأشياء موجودة لدينا بطرق عديدة وبطرق مختلفة، وما زالت هذه مشكلة أمامنا بتتعلق بالحفاظ على التراث. وإذا ما كنا نستطيع أن نطبق هذه المعايير أو هذه الأشياء فيما كان قبل الصراع وما كان بعد الصراع،
وفي مالي كان لدينا بعض من الأشخاص الذين كانوا هناك، وقد تناقشنا في هذه القضايا المتعلقة بحماية تلك الآثار، واستطعنا أن نؤكد على المتابعة وتتبع الأعمال التي كنا نريد أن نتأكد أننا قد أخذنا بها، ولأن التغير المناخي وآثاره له يفرض تحديات خطيرة وقد تكون حادة في بعض الأحيان، وما نحتاج أن نؤكد عليه أننا نريد أن نفهم هذه الأمور بشكل أقوى وبشكل أكبر، وننظر إلى تلك الخطط والاستراتيجيات التي يجب أن نتبعها في وأن نأتي بها للنقاش على المائدة أكثر من طرح التوصيات فقط. ننظر إلى تلك التحديات وتلك المخاطر وتحديد تلك المخاطر كما وكيفا على هذا المستوى. ومثال آخر على الدروس التي تعلمناها، لدينا حدث بعض التدمير بعض المعلومات في تمبوكتو، تعلمنا الكثير من الأشياء التي كنا نحتاجها، كيف فسدت أو كيف تدمرت هذه الأشياء، وما هي الإجراءات التي يجب أن نتخذها، وما هي الإجراءات الأخرى التي نحتاج أن نأخذها، وصار هذا مثل دراسة حالة، وكنا نتعلم منها ونضع إنذارا يوضح لنا ما يجب علينا أن ننظره. إذن يجب أن نجعل هذا دائما في أذهاننا. وبخصوص التوصيات، ليس لدي قائمة طويلة، أود أن أتحدث أولا عن ليس استعادة أو ترميم تلك الآثار، لكن يجب أن ننظر إلى تلك المخاطر ونتنبأ بها ونتوقعها، وبعض هذه المنظمات التي قد نحتاج إليها في بعض الحالات. وقد ذكرت باسكال عن الترميم، ترميم تلك الآثار، والعناصر الأخرى مثل التوثيق والدروس المستفادة والتقييم والمعايير وعدد الخبرات ومقدار الموارد التي نحتاج إليها والإدارة المالية لهذه المشاريع، لكي نكون قادرين على أن يظل الموقف دائما متسما بتلك المرونة التي تحدثنا عنها، أن نكون قادرين على أن ندير هذا العمل في السياقات المختلفة وفي الأحوال المختلفة، وتوفير الدعم وتقويم تلك المشاريع التي يتم تقديمها، لكي نتأكد على أن تلك المشاريع تكون قادرة على أن تقدم أشياء ذات صلة بالمنطقة التي نعمل فيها، وأن نكون قادرين على أن نفكر في الطريقة التي نساعد بها بعضا من المشاريع أكثر وأكثر. فبعض المشاريع ربما لا تكون لديها الإمكانيات الكافية وفيما يتعلق بالدعم المالي، وكذلك فكرة المرونة هي فكرة مهمة جدا، وأشجع جميعا وأشجعكم جميعا أن نفكر في هذا الأمر. ومن الأمور الأكثر أهمية هو أن التحليل الذي نقدمه بخصوص هذه المشاريع، نحتاج أن نطلق مشروعين آخرين أو مشاريع أخرى أكثر تخصصا متتعلق بالتحليل وإجراء المزيد من البحوث وعلى دراسة البيئة وإدارة الموارد والفرق والمشروعات أنفسها، وكيف نراقب تقدم هذه المشاريع، وكيف نكون قادرين على أن نجري مزيدا من التدريب وأن ندعم هذه المشاريع. هذه بعض الأمور التي كنت أفكر فيها بخصوص الأشخاص الذين يكونون في هذا المكان والذين يكون لهم تأثير بهذه المشاريع. وأنا كذلك أود أن أفكر عن المجتمع والمؤسسات، فبعض الناس قد يكونون في خطر في هذه المناطق، كذلك نحن نحتاج إلى أن نجعل هذا في أن نهتم بهذا ونضع ذلك في اعتبارنا،
وأن نضمن الحفاظ على هذا المواقع التراثية على المدى الطويل، وأن نوفر تدعيماً أو تدريباً للكوادر العالمية. والتوثيق يحتاج إلى الكثير من الجهود لتنفيذه، وحينما يكون لدينا توثيق نكون قادرين على أن نعود إلى تلك المواقع بشكل دائم، وأن يكون لدينا القدرة على أن نجمع هذه الجهود كلها بشكل مثمر. كان هذا وجهة نظري باختصار. إذن هل لديكم مشكلة في التواصل؟ في دقائق موجزة وسريعة. أعتقد أن من الأشياء التي فاجأتني أن البحث قد تغير، لأن كل موقف وكل وضع يختلف عن الوضع الآخر، ولا يوجد مقاس واحد يليق مع الجميع. ولذلك نحن نتحدث عن المعرفة الأساسية، ولازم نقوم بمشاركة المعارف من خلال الخبراء. وأعتقد النقطة المثيرة للاهتمام أننا يتعين أن نقوم بالتصدي للمناخ التغير المناخي، ولكن لا أعرف ما الذي يمكن أن أفعله أيضا. شكرا جزيلا، شكرا لكم جميعا، شكرا كثيرا لجميعكم، وشكرا على الحضور، وتمتعوا بيوم جيد. شكرا جزيلا، شكرا على هذه الجلسة الحوارية الرائعة. نحن على وشك أخذ استراحة الغداء، سوف نقوم بعمل إعلان. هناك أجهزة تفصيلية على الشاشة، ولكن هناك أجهزة في الخارج خاصة بالمسرح والمجلس. يرجى منكم أن تقومون بتسليم السماعة الترجمة في الخارج، وسوف تحصلون على سماعة أخرى في القاعات الأخرى. الجلسة التالية سوف تكون هذا الصباح، هنا هذا الصباح، ولكن الجلسات الأخرى سوف تكون في المجلس وورش العمل. أما الجلسة التالية فسوف تكون في الصباح.